السادة الحضور، أغتنم كلمتي برسالتين أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض. نعم، لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لا زالت أولوية لدى مصر والعرب. وتظل مكوناً رئيسياً لعملنا المشترك وجزءاً لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، ولأن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين.